سلام لكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بألف صحة وسلام. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم موديل العبايه اللي شايفينها قدامكم دي، وهي الكم رجلان وكلوش، وفيها قب أو ينفع تركبوا فيها أي حاجة في دوران الرقبة غير القب. فهيكون عندي باترون الأمام والخلف المسطح، باترون عادي خالص لحد الوسط، يعني دول اللي أنا هحتاجهم في الموديل. هرسم الكم الرجلان. في البداية هعمل التعديل في دوران الرقبة 1 سنتي أو 1.5 سنتي. احنا عارفين طبعا الكم الرجلان خدناه قبل كده، علشان اعمله هلف المزورة بالطريقة دي على دوران الرقبة، وهاخد التلت بتاعها، يعني هنا 16 سنتي، التلت 5 سنتي، و يعني هيبقى بالشكل ده. برضو نفس الكلام في الخلف، وعند دوران الإبط أو بداية دوران الإبط هاخدها بالشكل ده. طبعا دي عباية، فأكيد هتعمل توسيع في دوران الصدر زيادة عن البلوزة وعن الجاكيت أو الفستان. ممكن في دوران حركة الإبط برضو ننزل 2 سنتي زيادة، وهنشوف هنقصه ازاي على القماش. طبعا دول أنا هحتفظ بيهم علشان الكم. العباية هحتاج فيها 4 متر قماش. هجيب القماش واعمله عرض القماش هيكون من 150 سنتي لطالع، يعني ما يكونش عرض اقل من 150. هجيب القماش يكون بالشكل ده، بطول بعرض القماش كله 150 سنتي، وهعمل مثلث بالطريقة دي. وهجيب الامام وهثبته بالشكل ده. طبعا انا حاطه على المقفول دي الناحية المفتوحة. ممكن اخرج بالشكل ده 0.5 سنتي علشان خياطة المرد اللي انا هعملها، يعني 0.5 سنتي بس مش كتير. طبعا انا بقص في الامام، فهثبت دي بالشكل دي علشان اخد طول العباية الكلي، وهقيس الطول بالشكل ده. يعني مثلا هتطلع لي 120، يعني الطول اللي موجود عندكم هقيسها بالشكل ده. وهاجي على اي كلوش انا بعمله الصح فيه علشان يطلع الدوران بتاعي مظبوط، اثبت المزورة من بداية المثلث بالشكل ده، من بداية المثلث وعند النقطة اللي انا اخدتها، عند النقطة اللي انا اخدتها بتاعت طول العباية، واثبت المزورة بالشكل ده، واخد كل الطول بالطريقة دي. وهعمل الدوران بالشكل ده، وهاجي على العباية من عند دوران الصدر بالشكل ده. طبعا هسيب زيادة خياطة، ولو حابة تسيبي زيادة اكتر من كده علشان دي عباية هتسيبي طبعا، وهناخدها بالشكل ده. ده هيكون شكلها. طبعا انا قصيت ده الامام اللي انا بقص فيه علشان الكلوش يطلع مظبوط.
هاخد على العلامة اللي انا اخدتها بتاعت طول العباية، ومن بداية المثلث هعمل كل الكلوش بتاعي علشان يطلع لي مظبوط بالشكل ده. طبعا احتفظ بالكم علشان هحتاجه. هجيب القماشة التانية واعمل الخلف، برضو على المقفول، هجيب الخلف وهثبته بالشكل ده علشان اخد طول العباية. وهقيس من اعلى نقطة في الكتف بالشكل ده وهاخد طول العباية. وزي ما عملت في الامام هثبت المزورة بالشكل ده، وعند النقطة اللي انا اخدتها في طول العباية اخدها بالشكل ده. برضه هطلع زيادة الخياطة وتوسيع في حركة الإبط. ده كده العباية الأمام والخلف، الكم هقص الكم، هجيب باترون الامام وباترون الخلف وهثبتهم على الورق، هثبت على الورق بالشكل ده. قيس طول الكم طبعا من بعد الكتف، هطلع في حدود 1 سنتي او 2 سنتي بالشكل ده، وهاخد وسع الكم وهوصله بدوران الابط، هوسع الكم برضه بالشكل ده. وبعدين هرسم الكم بالطريقة دي، ده كده الأمام. هجيب الخلف وهثبته برضو بنفس الشكل ده الخلف، وهطلع 1 سنتي او 1.5 سنتي زي ما طلعت في الامام. هرسم طول الكم بنفس الطول برضو، وسع الكم برضو بنفس الوسع، هجيب القماش بالشكل ده الكمين، والكم الرجلين ده بيتقص على المفروض، يعني يبقى القماش مفروض بالشكل ده،
وهحط الامام والخلف بالطريقة دي. وهعمل اخد العلامات بالطريقة دي. لما اجي اقص على القماش طبعا اسيب زيادة توسيع، علشان انا سايبه زيادة في القماش في العباية. ده الامام، ده خلف. طبعا الكم هيكون اطول من كده، فهيكون شكله اوضح، مش هيكون بالشكل ده. هو لو طويل هيكون شكله واضح اكتر من كده. وهنشوف هنشطبها. دي العباية هنشطبها. ده الامام. احنا هنعمل المرد اللي في الامام بالطريقة دي، هنخيطه. انا قلت لكم سيب نص سنتي، لا ممكن تسيبه اكتر من كده. والشغل اللي موجود في العباية من فوق ممكن تستبدله بسوستة، يعني ممكن تركبه في سوستة لو مش هتعملوا فيه شغل القطن اللي موجود فيه. فسيبه اكتر من سنتي، ممكن 2 سنتي. هنحط الباترون زي ما احنا حطيناه، بس هنبعد عن الامام بالشكل ده 2 سنتي. المسافة اللي من فوق دي هي اللي هتكون المرد هتتفتح وهيتركب فيها يا اما سوستة يا اما هتعملي شغل الفوطان اللي موجود في العباية لو الناس اللي بتعرف تعمله. لكن الناس اللي ما بتعرفش تعمله دي هتتني بالشكل ده وهيتركب فيها سوستة، وسهل جدا على فكرة. او ممكن تتركب سوستة سحري بالشكل ده، هتبقي سايبة الزيادة بتاعتك. دلوقتي هركب الكم. ده الامام طبعا، هجيب الكم بالشكل ده. هركب الامام بالطريقة دي والناحية التانية برضو بالشكل ده. مش عارفه واضحه ولا لا. ادي الامام وادي حرده الابط بتاعت الامام. ادي الامام بتاع الكم، ادي حرده الابط، ده دوران الرقبه. هجيبه واركبه بالشكل ده، والناحيه التانيه برضو زيه. ادي دوران الابط بتاع الامام، هجيبه واركبه بالشكل ده. بعد ما ركبته بالطريقة دي في الأمام، هجيب الخلف. وهركب دوران الإبط بالشكل ده.
على دوران الإبط، والناحية التانية برضو. الناحية التانية بالشكل ده. وكده ثبتهم وهخيطهم. بعد ما ركبتهم بالشكل ده، هحط الجنب بالطريقة دي وهخيط من بداية الكم لحد نهاية العباية. طبعا مش هيكون في زيادات كتيرة، سنت واحد بس للخياطة. وهعمل لها المكوى وهنشوفها. ده شكل العباية بعد ما اتشطبت وعملت لها المكوى. طبعا انا ما ركبتش الكم لانه موجود عندي في القناة فيديو بالكامل ليه. ده شكل الكم الرجلين اللي موجود في العباية. طبعا المرد انا قلت لكم ان احنا نسيب نص سنتي، لا اسيبه 2 سنتي، علشان لو هتركبوا سوستة من فوق يكون سهل معاكم. كمان زيادة الخياطة ما تكونش اكتر من سنتي، لما تيجي تخيطي هنا ما تكونش اكتر من سنتي علشان الكم ما يشدش معاكي. وده تشطيب الكم الرجلين. وده الوسع بتاع العباية. لما هتتلبس طبعا هيديكي شكل الدوران بالطريقة دي زي ما موجودة في الصورة. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، واتمنى ان تكون طريقة سهلة واكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.